هكلمك تاني. انت ازاي تدخل عليا من غير ما تخبط؟ ما انا قلت هاو. وبعدين انت بنت خالتي. انا غلطانه اني ما قفلتش الباب بالمفتاح، بجد حاجه تقرف. ايه يا نونا، مش طايقه مني كلمه ليه؟ مجنونه بقى اعمل ايه؟ ياه، نسيتي اللي كان بينا بالسرعه دي؟ هو ايه يا ابني اللي كان بينا؟ فتح قرا باباك وبابايا وخلاص الاثنين ماتوا. بس انا عايش وبحب. يا بابا البدله دي يا بابا، دي بدله الاسره يا ولد. انا مالي مالها؟ البسها غصب عنك يا بابا، وحشه وقديمه. انت رايح تخطب تلبس البدله دي؟ يا بابا افهمني بقى يا بابا، بص الجاكيته دي ستايل قديم. انا يا بابا لو فانكي. بص يا بابا السبايك، بص كل الادويه دي ما تلزمنيش. ده ابو امك ما وافقش عليا الا لما بص كده ولقاني لابس الجاكيته دي. ما عشان كده مات مجنون. اخرس تعالى اعدلك كده فتره. استنى نفسي تبقي موجودة النهاردة. طيب وركبي اهو رايح اخطب. حشتيني يا زبيدة. انا بموت يا عم هاني يا شاكر. حشتيني يا بابا. ثانية كمان وانا هوحشك. حشتيني يا زبيدة. يا بابا مالك يا بابا؟ معلش. الله يرحمها الله يرحمها. يا بابا هتخنق، انت بتشنقني. طيب خلاص خلاص. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ساتر يا رب، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بيت يا لوزة، بيت يا لوزة. أيوة يا ستي. تعالي يا بيت، إيه اللي مرمى على الأرض ده؟ دي مية يا ستي، أنا لسه مسحة. أنت إيش عرفك أنت؟ ويت إيه؟ ده عمل معمول لي. امشي هاتيلي شوية ملح عشان أفسده. امشي يا بيت. حاضر حاضر. يا ساتر يا رب، يا ساتر يا رب. إلهي يخرب بيتك يا وليا يا معاطف. تولعي بجاز انت وابنك عاطف وجوزك ابو عاطف يتشل ان شاء الله علشان ترتاح. يا سيدي يا كبير، جرجرها من على السرير. يا سيدي يا امام، احرمها من دخول الحمام. اه يا ولي دي خرب. هات يا بنت، هات يا بنت. يكفينا شر المستخبي والمعمول والمرمي على الارض والمكتوب على الورق. قادر يا كريم. امسك يا بنت واقفلي الباب. حسك عينك الاقي ميه بعد كده مرميه على الباب لحسن من كتاب الله. امسك دماغك ده واحطها في قلب الميه السخنه المغليه وانتفك زي البطه شعريه شعريه. انت فاهمه ولا ما انتش فاهمه؟ انت هنا يا حمدي. ازيك يا خالتي؟ حبيبي ازيك يا روحي، عامل ايه؟ وحشتني يا ولا. ايه يا ولا، انا مش قايله لك الف مره ما تقلعش الخرزه الزرقاء من رقبتك؟ اهي النتيجه، اهي رقبتك عماله تختفي تختفي لما دخلت في زورك. مفيش حاجه نافعه يا خالتي. ليه مالك يا وائل؟ اسالي نوال. يا ماما بقالي ساعه بفهم حمدي ان وجوده هنا وانا لوحدي ما يصحش، مش راضي يفهم. ابن خالتك وبيسال علينا، هو في حد بعد ابوكي ما مات سال علينا غيره؟ شوف بقى، انا عامله النهارده صينيه مكرونه بالبشاميل انما مقري عليها 7 مرات. المفروض تساليني انا. اسالك انت ليه؟ هو انت غريبه؟ انما هو غلبان يا حبه عيني، عايش لوحده ويا عالم، يا عالم من اللي عايش معاه. عن اذنكم علينا بنت. تعالي يا بنت، انا ولا انا عايزاك في كلمتين. بقول لك ايه يا حمدي يا حبيبي، خش السفره اقعد العب شويه على ما اجي لك. حاضر يا خالتي. ترزي عودي، حطي في دماغك بقى، مش عشان انا وافقت ان تيمور ده يجي يخطبك تقومي تعاملي ابن خالتك وحش. يا ماما كل ما يشوفني يقولي بحبك وعايزه اتجوزك. وماله، حد يكره يتجوز كم اللحم ده؟ يا بنت ده غني ومقرش، ابو سايب له شيء وشويات العماره دي كلها بتاعته غير محل الذهب. يا ماما انت عايزه تقنعيني بايه؟ انا من سنتين كنت بقول له يا انكل. يلا قومي عشان تاكلي معانا. مش وقت. انت حره، اللي ياكل على نفسه يبقى عدس. يا بابا لو العربيه اشتغلت لوحدها وشك هيبقى كفته. مين اللي هيشغلها وانا بره؟ في يلا في ايه عندنا معاك يا بابا؟ بس صار معلش. انا اسف انا اسف. انت مش قاسي الزيت ده 60 مره امبارح؟ امبارح غير النهارده يا بابا. انت هتديها حقوقنا. خلصنا يا ابني، دي مسؤوليه. والعلم حضرتك لما نوصل هنركن العربيه المعفنه دي بعيد عن بيت ام نوال، مش عايز فضايح. السعر من العربيه. روح خد لك تاكسي. أنا مش رايح. انا اسف. اتفضل اتفضل بقى يا بابا. يلا يلا حبيبي. شفتي ده يا خالتي؟ حتة ألماس تمنها 10,600 جنيه، هتاكل منك حتة. والله منين كده يا واد؟ ده ألماس. ولو اني ما بحبش البس الألماس عشان الحسد واللازم منه، لكن هلبسه بقى والحري صلى. رايحة فين يا نواه؟ رايحة كوافة. في سلامة يا حمدي؟ مفيش. الله يسلمك يا نونا. انت رايك يا خالتي في موضوع الخطوبه ده؟ يا اخويا انا ماليش راي، الراي راي بشندي. لو وافق يبقى انا موافقه، ما وافقش بقى يبقى كل شيء نصيب. وبشندي دخله ايه في الموضوع ده؟ لا 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 اوعى تخبط، دول اهل الطلع والمستخبي، تروح في 60 داهية. عندك حق، يبقى بشندي هو الحل. ايه يا بابا الطريقه دي يا بابا؟ يا ابني مش رايحين فرح. ايوه بس الطريقه دي بقت بيئه قوي. كل اللي فرح كده، مفيش حاجه اسمها بيئه. يا
يا بابا مش لاقي عليا ام فانكي. انزل يا فانكي خد لك تاكسي اذا كانش عجبك. طب امشي بسرعه يا بابا احنا راكبين نمله. الراجل ده رخم قوي يا بابا. سيبك منه سيبك منه. انت لازق فينا ليه يا رزق؟ مشاري واسع. هتلاقي امك اللي جايبها لك يا راجل يا حمار. استنى عليا انا هوريك. انت رزق ليه يا اخي؟ ماشي لازق فيا ومستعجل، مشاريع واسع قدامك. انا حمار؟ طيب اقل واجب لما تخش عليا الدخله دي تبقى 60 حمار كمان. وبعدين عربيه المولد اللي انت راكبها دي مش عاجباك العربيه تبقى حمار. بابا حمار وسايق جمال. بابا مش عاجباك العربيه يا شباب. ما كترش كلامك افتحي. بس انت ما تغلطش فيه. خليك بعيد. ما كترش بالكلام. خليك بعيد عشان الجاكيت ما تتكرمش. انت لازم تتربى بقى. وريني رخصك يا بابا تتطحن. انا اتهرس لحد ايه؟ انت بتدي لك عليا. تيمور مسافرة برا مصر. لو كانت موجودة هي دي اللي هتجيب لنا قرارهم واصلهم وفصلهم. يا رب ناولني شوفتها يا رب. كلنا شغالين بأمرها. خدي ورش شوية المية على الكراسي اللي هيقعدوا عليها. حاضر. ازيك يا بابا؟ ازيك يا لوزة؟ عاملة ايه معاك يا لوزة يا ست هاني؟ حلوة يا اخويا زي الفل ما تتخيرش عنك. ايش برا البيت. الله يعلي اصلك كمان وكمان. ماما يا ماما جايالك يا نوال. ايش برا 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 برا. عايزه ايه؟ مين اللي جاب بشاندي ده هنا؟ انت مش عاوزاه يجي في يوم زي ده؟ امال مين اللي هيجيب لي قرارهم ويطمني عليكي؟ نفسك اخطب لك وانا منتصر. يا بابا ما تقولش كده والله ده انا فخور بيك جدا. ده انت استحملت ضربه ما استحملوش 100 راجل. ما تقولش كده جوه. لا قلت جوه همشي. بيني وبينك بابا بابا احنا نخش الزبالة دي. الزبالة انت عارف مدفوع فيها كام؟ يا ماما انت عايزة تفضحيني. خش 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 وخليكي في حالك. افتحي يا بنتي يا لوزة. العروسة ماتت يا بابا. اول يوم ده بان من اوله. ماما فين يا بنتي؟ ماما مين يا بابا؟ ماما فين يا بنتي؟ موجودة اتفضلوا. انت البولية يا بابا قفلت لك عينك. ماما بتاعتك غير بتاعتي. اتفضل يا بابا. مساء الخير يا فندم. تيمور عابد الببلاوي. ده مش طبيعي يا بابا. مين ده؟ معرفش يمكن واحد من قرايبهم. اهلا وسهلا. هو بيعمل كده ليه؟ ده بياكل بقه. بياكل بقه يبقى خطر. الله انت زعلته؟ ايه الاسلوب ده ليه كده؟ احنا ضيوف عندكم. في ايه؟ في ايه؟ وكمان ما يصحش تسيبوا حد خطر كده في البيت. بابا انا خايف قوي. ما تخافش. ايه ده؟ اهلا وسهلا اهلا وسهلا. حصلت لنا الف بركه. ازيك يا تيمور يا حبيبي؟ الله يسلمك. طمن ازي حضرتك؟ الحمد لله. بابايا عابد الببلاوي ترزي حريمي. باين على وش حضرتك. انما كفل الشر. ايه اللي حصل في وشك؟ لا خير يا فندم. خناقه بسيطه في الشارع بس بابا ضرب الناس بفتره. بس ده وشه متدمر خالص. ما حريك بابا في الخناقات بيضرب بوشه. ده نازل الترع. اهلا وسهلا اهلا وسهلا. الحقيقه يعني ما احنا جايين نطلب ايد الانسه نوال لتيمور ابني بس الظروف مش سامحه خالص. مين قال كده؟ ده احنا مبسوطين خالص. اهلا وسهلا. هو فعلا حضرتك اول ما جينا قابلنا الطربي ده فقلقنا شويه. لا ده بشاندي 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 ده بركه البيت. زي ما يا بابا. ايوه بابا عيني يا حبيبي. يا انت عامل ملح في عيني يا بابا. ايه يا هانم بترش ملح علينا ليه؟ الله لو انت خلينونا يا فندم عشان يبقى عيش وملح بينا وبين بعض. يعني هتحطوا لي نص رغيف في عين الثانيه؟ معلش يا حبيبي معلش. تحرقني يا حبيبي.
ما ردتيش علينا يا هانم. ربك كريم، هو اللي بيجوز وهو اللي بيطلق. يا استاذي احنا اوامر ماشيه على الارض. اوامرك يا سيدي. ده حصان. حصان ولا حمار، نعمل ايه؟ هو حضرتك ده بيت نوال زميلتي في الكليه؟ طبعا بيت نوال. يا نوال يا نوال، بنتي نوال. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. ازيك يا عم؟ ازيك يا حبيبتي؟ سلامتك، ايه اللي حصل؟ لا مفيش حاجه، حاجه بسيطه، حاجه بسيطه. ازيك يا تيمور؟ ازيك انت؟ الحمد لله. ايه مش ملاحظه حاجه عليا؟ مفيش، سلامتك ولا حاجه؟ سلامتك. الله يسلمك. ايه البدله دي؟ ايه ايه البدله دي؟ بدله؟ انت لسه شفتي حاجه؟ مبهوره بالبدله دي. منور يا عم. الله يخليك، انت منوره ما شاء الله. قمر بدري منور. دول اسطوره من العين. يا عم احنا طبق فول، ايه اللي بيعمله ده؟ ما ردتيش علينا يا هارم. الولد قلقان. انا لسه ما جاليش الرد. وجاي منين الرد ده؟ اما يشهل. هو مين اللي يشهل يا فندم؟ الله الله، الحمد لله الرد وصل. شوفوا بقى، انتوا سيبونا يومين عشان نفكر، مش كده يا باشندي؟ المكتوب مكتوب، واللي حينشاف حينشاف يا هانم. يا جماعه احنا جايين نعمل عمل، ايه الاسلوب اللي في بيتكم ده؟ انا ولا تيمور ولا كلمه. استهانم عقبال ما يجيلك الرد، تليفون بيتنا عند بنتك هريانه تليفونات ليل ونهار، اتصلي بينا. يلا يا بابا ما تتكلمش في حياتك ولا كلمه قدام. يلا معلش يا عمي انا اسفه. شاكرين قوي يا نوال، جايبانا انا وابويا ترش علينا ملح، شاكرين قوي. يقولوا علينا ايه يا ماما؟ بيتنا جليل، احنا قاعده علينا في المنطقه كلها. هي خير يا باشندي، ايه الاخبار؟ لا يجوز يا هان. انا قلت والله انه لا يجوز. الوليه حماتك دي دماغها ضربه. يا بابا انا مالي ومال، انا اتجوز بنتها. بابا احنا بقالنا ساعه بالليل فمش هنروح. هوديك مطعم كباب اللي كلت فيه انا ومرحوم امك يوم خطوبتنا. ربنا يخليك يا حبيبي. انا لما كنت عاوز ابسط امك وافرفشها وادلعها كنت اعزمها في المطعم ده. كل يا تيمور، كل يا ابني، انت داخل على جواز محتاج ترم عظمك. اللحمه حلوه قوي بابا، مش بتجيبني ليه من زمان؟ والحاج جودة ده سهل، ده بالحجز يا ابني، انا حاجز لك دي من اسبوع. الترابيزه ايه؟ ربنا يخليك يا بابا. بس ده راجل كريم قوي، بص الريشه قد ايه؟ انا عمري ما شفت ريشه كده. هو عيبه انه غالي، بس الغالي تمره فيه. يا بابا انت هتقتلني عشان انت اللي هتدفع؟ يا ابني انا اقصد طعم اللحمه هنا غير اي مكان تاني. بقول لك يا بابا بعد اذنك، ممكن بعد الخطوبه بعزم نوال وامها هنا؟ وامها لا، نوال في عينيا الاثنين. طب والنبي يا بابا انت ما بتاكلش، خد من ايدي دي يا ابني. كل انت. بص يا بابا الريشه قد ايه؟ ده الراجل ده كريم جدا. طب والنبي لا تاكل حاجه، انت عندي كل بس انت. والله ما بتاكل. طب انت اطمن وانا اطمن. ايه بابا الحكومه دي في ايه؟ يلا انزلوا. دول اعظم القوم. اعظم؟ قصدي كبارات البلد بيجوا ياكلوا هنا دايما على طول. الاكل يستاهل بصراحه. مش كده؟ اه والله. مراحة فين كده بابا؟ اليوم ما لقوش ترابيزات فاضيه هنا، هياكلوا على الواقف جوه. والنبي يا بابا ما نخلص دول اطلب لنا 2 كيلو تاني. عينيا يا حبيبي، انت هتكسفني. والله انت ما اكلت. بتكسفني يا طب دي اطرى من اللي معاك. طب امسك بس. عمي يا قدامي يا باشا، ده لحم خلفان مطبوح في المذبح. انت بتاكل الناس لحم حمير؟ الحمير دي بس عاملها في الدليفري. دليفري؟ بسميكوا اللي بتاكلوها دي لحم حمير. مالك يا بابا؟ صعبان عليا مرحوم امك واكلتها هنا كتير. يس 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 يس. شاكرين على العشوة الظريفة دي يا بابا، إن شاء الله تعمل لنا على الغدا بكرة صينية كلاب. يعني أنت أكلت لوحدك؟ ما أنا واكل يجي نص حمار. ماشي ماشي. اتفضل. أوعى. اتفضل. ما تغيرش يا عمي، أنا فودة 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 فودة. فودة إيه وزفت إيه؟ إيه الهزار الماسخ بتاعكم ده؟ رئيسكم أنا؟ حرام عليكم. طالع معايا ولا هصيع مع الفشلة دول؟ هيصيع مع الفشلة دول يا عم. طيب هات لي معاك فوار. حاضر يا بابا سلامتك. ايه الاستهبال ده؟ بكره هنموت فيها يا عم. بنهزر. بقول لك ايه؟ ايه؟ اطلع هات الكونترباص. ليه؟ عندنا حفله بكره. تتكلم بجد؟ ايوه. مية مية. بابا وحياتك ابعت لي كونترباص. وحياة أميرة ولبنى وسميرة، وحياة أميرة ولبنى وسميرة ونادية واختها، وحياة أماني وسمر وناني، وحياة أماني وسمر وناني والشلة كلها. نركز يا جماعة، هنعلب أميرة ونوطب اختها. اوكي خدي اتصلي بيه. اتصل اقول له ايه بس؟ اوعى انت اوعى. واحد ثلاثة أربعة. وحياة أماني وسمر وناني. الو. ايوه يا نواف.
كلهم موجودين يعني هيروحوا فين؟ الشلة كلها. تيمور. نعم. تليفون نواه. يا نواه ما جيتيش ليه؟ مش في بروب عشان الاغنيه بتاعت بكره؟ انت مالك؟ في ايه ملخبطه ليه؟ طب خلاص هشوفك بكره، مش مشكله تعملي بروب قبل ما نشتغل. اه حلو قوي، يلا باي باي. ما اكدتيش عليه ليه؟ اكد عليه ازاي وانتوا كلكم واقفين فوق دماغي؟ واحد سارق عقد الماس ثمنه 10000 جنيه، نكلمه ازاي؟ نبعت له مسج؟ من فضلك تيمور مش حرام. يا بنتي ده املنا انه يطلع بريء. بس انت بعتي هاتيه هو وابوه وانا هعرف مين اللي سرق. الخزعبلات دي تعملها على حد تاني. مفيش حد غريب دخل البيت غير هو وابوه. يا ماما دوري كويس، ابوس ايدي.